محتفلين بعيد العذراء مريم، اللي بنطلب منها تحمينا وتحمي سوريا وتحمي جميع الشعب المؤمن اللي عم يطلب منا وعم بيصلي لها. وإن شاء الله هيك ربنا أكيد بيستجيب دايما لصلوات المؤمنين، صلوات اللي بيلتجؤوا له واللي بيحبوه. وهيدي عادة قديمة، كنا نحمل الأيقونات ونمشي ونعمل زياح بأوقات الضيق أوقات الصعوبة. فإن شاء الله هيك ربنا بيفرج على الكل وبيفرج علينا وعلى كل العالم هالشيء اللي تعرض له. بالأخير واحد الإنسان المؤمن ما له غير ربنا. عيد الحج، عيد ميلاد السيدة العذراء أم السيد المسيح، بيصير احتفالات مسير بهالمثل ما عم تشوفوا، والهدف انه ربنا بهالزياح اللي احنا عم نعمله بأيقونة السيدة العذراء تكون صاحبة العيد، شفيعة لنا جميعا، انه يرفع عن بلادنا هالوباء وهالمرض. ومن اجل سلام العالم دائما الكنيسة كانت تعمل هالزياحات بوقت يكون امراض ويكون في اوبئة، حتى ربنا يستجيب صلواتنا من قلوبنا الخاشعة ويرفع عنا هالامراض والاوبئه اللي عم تصير بالعالم. هذا العيد هو عيد دير سيدة سيد نايا، وبهالعيد بيجتمعوا كل العالم ليحتفلوا بولادة السيدة اللي هي ام المسيح، وبيجتمعوا الاطفال والرهبان والراهبات اللي هي بتخص هيدا بخصوا هذا العيد. نحن عاملين تطواف بهالضيعه وعم نصلي من شان سوريا تنتشل وتتخلص من هالمحنه اللي هي واقعه فيها. وان شاء الله هيك ميلاد سيده العذراء مريم بيكون ولاده جديده لسوريا ولحكومه سوريا، حتى لي ترجع سوريا مثل ما كنا عايشين بالعز والصمود والصبر. رمز للتعايش وحمايه سوريا واستمرارية سوريا وشفاء سوريا، وإن شاء الله الانفراج الكامل لسوريا.